في التحليلية، بلينكن يتحدث عن عصر عالمي جديد ويبدي قلقه على تايوان كأبرز منتج لأشباه الموصلات. كيف ستتعامل واشنطن مع المتغيرات؟ الانقسام السياسي والمجتمعي الإسرائيلي يتعمق، أي انعكاسات على بنية الجيش وأدائه؟ مجلس حقوق الإنسان يتجاهل ضحايا الإرهاب في إيران، أي ازدواجية في تصنيف القضايا؟ في وثيقة اليوم، المسيرات تغير شكل الحروب الحديثة، كيف تنظر الجيوش الكبرى إلى هذه التحولات؟ وفي قضية اليوم، توازنات العالم الجديد لا تترجمها قوانين العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، ما السبيل إلى صيغة أكثر واقعية؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساء بتوقيت القدس الشريف.